المرسلة مها سعد من الجبيل تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بلباس قصير تحت الركبة وذلك مع زوجها أو منفردة، أم عليها أن تستر جميع جسدها مع أن البيت لا يوجد به سوى الزوج؟ المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، فإن كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر وجهها وجميع بدنها. الصلاة اللباس في الصلاة يختلف عن اللباس خارج الصلاة، نعم. فالمصلية يجب عليها أن تستر جميع بدنها ولو لم يكن عندها أحد، إلا وجهها فإنها تكشفه إذا كانت خالية من الرجال غير المحارم. أحسن الله إليكم. نعم.